اولا وجودي اول مره في الناظور، هذه المدينه الجميله. زرت المغرب ولكن لم ازر الناظور هاي المره الاولى، وشكرا للمهرجان التحليل فرصه ان اكون في الناظور ولهذا التكريم. طبعا انا موسيقى ولكن الموسيقى تدخل في السينما ايضا. شكرا لكم، فرحت كثيرا لانه هذا البحر يعنيني، لانه هو نفس البحر اللي انا قريتي تقع على شاطئ المتوسط ايضا، يعني نفس الموجة تذهب من هنا الى هناك او العكس بالعكس. شكرا. يجي الحدث مقرا يندنت، لان لاحظ بان اولا الحضور مهم، ايضا الحضان زي كل يجي الهدوء مقرا دان ديندرو خذ تحتضن الفستيفال، يبدأ تعيش الفستيفال مريم دي الشارع دي المقاهي تعيش الفستيفال. من ان شاء الله لا شك ان الفستيفال غادي يفتح المجال ضم قراني للافاق، يعني حما تنمى يخفيس بزاف على المستوى الثقافي. الحمد لله دان ديت دايس نشاط اقتصادي هاك المشاريع، يعني غير ما تسمي المشروع مشروع ضم قران مارشي كان واحد المجال المشاريع، ولكن واخا الجانب الثقافي هذه خدم مليح. نتمنى ان شاء الله ديال المستقبل غنغير يجي المركز الثقافي مهم واسع، حما غادي حتى غاسيرين حما الشباب غادي يعبر في القدرات ينس حقيقه غنغير العدد الاجانب وسن غادي ندير داك تازي 200 يبداني كحضان 200 يقول احد عقل المواطن السن السر في النظر تعرف نس النظر حما النظر ديالي حضا ونجي غادي المغرب ديال حضا ديال العالم يكمل واد مهمه للفستيفال. بالطبع تم كذلك الحوار التسامح يبدا استورنا قويا ويا قبرنا ويا قبر الاختلاف، حنا ان شاء الله كذلك يتسامد الديمقراطيه بناء الديمقراطيه نواصلنا. فهنيئا للساكنه النظر وهنيئا كل ونتشكى ماري اللي خدم ديال الحدث، حنا ان شاء الله غادي ينجح والنجاح باين يظهر ينجح، لان توارنا باش تجان الجلسه الافتتاحيه الافلام يعدل الافلام من نوع رفيع كذلك غيتنافسن دينيش العدد الشخصيات المخرجين السينمائيين زيد عالمي كمر كم حضان دانيتي زي الارجنتين زي فرنسا زي اسبانيا زي العالم العربي زي افريقيا دول المغرب. المغرب هو تمثل قداس الحضارات تصداتي وذن لان تخصنا نغيو وذن شي شخصيات من خاصك تعزيز. وشكرا. حفل افتتاح ناجح ومتميز. لماذا متميز؟ لانه يحتفي بعالمين قويين، أولا الفنان والموسيقار القيمة الفكرية والفنية والإنسانية مرسل خليفة الذي نعتز به ويعتز به العالم العربي ككل، وكذلك الصديق سعد الشريبي الذي هو يشكل بالنسبة إلي جزء من الذاكرة والصداقة العميقة الرفيعة. وأحيي منظمي المهرجان على هذه الدورة الذي أعتبرها دورة ناجحة بامتياز. إذن شنو غادي نقول من غير أنه أنا فرحانة بزاف 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 بزاف، لأن أول لقاء ديالي أنا مع الجمهور ديالي بعد كنا في الناظور، لأن كنت مشحال وأنا مشتاقة نتلاقى مع خوتي هنا في هذه المنطقة ديالنا. عاد جيت من المنطقة ديال وجدة المهرجان اللي داز، وكيشرفني وكنشكر اللجنة التنظيمية لأنه يعني أنا لبيت الدعوة ديالهم بيان سور، كنشكرهم لأن هذه الالتفاتة اللي فرحتني بزاف باش نوطد العلاقات ديالي حتى مع الجمهور ديالي في هذه المدينه هذه الجميله. حنا عاد وصلنا اليوم، هذا يوم الافتتاح، كان عرس جميل جدا، مدعوين من الجهات يعني من العالم كله من الوطن العربي. الشخصيات اللي تم تكريمها اليوم كانت بصراحه يعني اساتذه كبار، منهم الاستاذ الكبير ديالنا اللي كبرنا عليه يعني الاغاني ديالو، حنا كاملين كنعقلوا على الاغاني ديالو، كبرنا معاهم مرسل خليفه استاذنا الجميع كنفتخروا به، والاستاذ المغربي حتى هو المخرج الكبير المغربي سعد الشريبي. باقي ما تحتليش فرصه اكيد انه نشتغل معه، ولكن ان شاء الله كل شيء كيجي في وقته.
كما قلت لكم انا كيشرفني حاليا باش نكون في هذا المهرجان الجميل، كيشرفني باش نجي نشوف حتى لي تحلي فرصه باش نشوف الافلام اللي كاينه في المسابقه الرسميه. انا شفت يعني لا برومو كاينين افلام بصراحه مهمه بزاف وتسهل انه تشافوا يعني نقول للجمهور حتى هو يعني يحاول حتى هو يجي يشوف هذه الافلام هادو يتفاعل معنا. كنتمنى انهم يكونوا ورشات باش نقدر نتلاقى مع يعني مع شباب مع طلبه مع فاعلين ربما يعني في هذا الميدان، رغم انهم يكونوا باقين يعني غير ماشي دي بروفيسيونيل، ولكن ممكن يعني يعني اللقاء ديالنا معاهم ممكن بالوروب يعني افكار جديده لما لا. يمكن نقدر نجي انا شخصيا نقدر نجي نصور الشريط القصير ديالي جاي ان شاء الله اللي كان نوجد، لما لا نقدر نجي نصوره في مدينه الناظور حول مدينه الناظور لما لا. انا كان ملي كنتكلم على الناظور كنتكلم حتى على النواحي كاملين. حنا عاد وصلنا اليوم اكيد ماشي قبل ما نوصل للمدينه السفر، انا دائما كنسافر بالسياره ديالي وانا كنسوق راسي، فاستمتعت كان واحد السفر غير ممل نهائيا لانه المناظر الخلابه اللي شفت انا بصراحه قبل ما نوصل لهذه المدينه وهذه السيده الجميله اللي كتشوفيها بالابتسامه الجميله ديالها. فانتي ما تصوروش كيفاش يعني الناس كيفاش تقبلوني والحب ديالهم كيفاش احتضنوني. الحمد لله انا فرحانه بزاف، باقا مرتاحش لانه يعني عييت شويه مع العناء ديال السفر وما الى ذلك، ولكن الحب ديال الناس بصراحه كيخليك تنسى الهم ديالك كله وتنسى التعب وتنسى كل شيء وتقول بسم الله ابتدينا اليوم افتتاح مهرجان السينما الدوليه في مدينه الناظور. كما لاحظتوا هذه السنه كاين الجديد بالنسبه للمسائل التقنيه، المهرجان ديالنا غادي كيكبر سنه بعد سنه. الناس نتاع الناظور بغيناها تستمتع بداك الشيء اللي كاين داخل لاصال. كما كتعرفوا لاصال صغيره كتاخذ 500 المتفرجين، ومهرجان بهذا الحجم على الاقل خصو يعني يحضر له اكثر من 1000 مشارك و1000 متفرج. دونك فكرنا نديروا شاشات ضخمه في يعني برا الساحه باش كاع الناس يستطيعوا يتابعوا داك الشيء اللي كاين. بالنسبه للمسائل التقنيه كما كتشوفوا حاولنا نجيبوا احسن ما كاين في تقنيات التاليه باش الفيستيفال ديالنا يقدر يواكب كل المهرجانات الكبيره اللي كاينه في المغرب، وبوركوا با يكون من ضمن الاوائل ان شاء الله.